بعد ذلك إذن أبو موسى لماذا وافق عليه الإمام علي؟ كان الإمام علي يتعامل بالظاهر، الظاهر هذا عند كظاهر المنافقين في أيام النبي، تمام؟ عبد الله بن أبي يخطب بجوار النبي يحرض على قريش، وهذه ما أدري ليش الناس ما ينتبهون إلى هذا، لأن لماذا يفعلون هذا النبي والإمام علي؟ لماذا يفعلون هذا؟ أولا لأنك مطالب بالظاهر ولست مطالبا بالباطن حتى لو علمته، ثانيا هذا فيه تألف القلوب، لعل الله يهديه، لعل الله لعله إن شعر باندماجه في المجتمع يعني أن يخلص لهذا المجتمع، وفعلا بعض المنافقين تابوا، بعض المنافقين في أيام النبي تابوا، ليش لا؟ وربما بعض الذي كان متخاذلا عن مثل كما قلت لكم زهير بن القين كان عثمانيا ثم كان مخلصا وقتل مع الحسين، فالدين رحمة وأهل البيت هم يمثلون هذا، هم أفضل تمثيلا لهذا الدين بعد النبي، يعني أكثر الناس تمثيلا لهذا الدين برحمته وسعة أفقه وتصحيحه الثقافي هم أهل البيت، ولكن لا يعرفهم معظم الناس، يعني التاريخ كتب بسرعة أنه صار تحكيم وكذا ووافقوا وأعطى أبو موسى وعزلوا كذا، لا، إذا انت أصل الدنيا ترون، شوفوا ما كل من تدين أو أظهر التدين ما كلهم يعني، ولذلك أبو موسى غر كثيرا إلى اليوم، مدارس باسم أبي موسى الأشعري وأن قراءته مزامير داود، كل حديثه من أولاده، من أبي بردة الذي شهد على حجر بن عدي بأنه كفر كفر صنعاء، ومن حفيده بلال خبيث أهل البصرة، كل عائلته كانت مبغضة لأهل البيت ومع بني أمية عائلة أبو موسى الأشعري، ونشرت أحاديث في فضله وأنه ما في زيه وأنه ما شاء الله وكذا. طبعا البعض يقول لماذا أرسلها النبي أيضا إلى زبيد وإلى نفس الشيء، أرسل أنا النبي أرسلهم مصدقين يجمعون الصدقات، أرسل حتى أبا سفيان بن حرب، وأرسل أيضا أرسل وليد بن عقبة الذي نزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ، ألم أقل لكم بأن النبي من رحمته وسعة أفقه وأمر الله له لابد من تفعيل هؤلاء، تفعيلهم داخل أن يعاملوا كالمسلمين تماما وكأننا ما علمنا عنهم شيء، وكأن أبا سفيان ما قاتل النبي، وكأن الوليد بن عقبة ما فعل، الإحسان أتى من النبي إليهم لكنهم أنكروا هذا الإحسان وتآمروا، القضية ليست دنيا، القضية هو إثبات مبدأ بأنني أنا مثلا يعني أقصد النبي ورسول الله من عند الله، أنا سأعاملكم على المساواة، على إحسان الظن، على اندمجوا في المجتمع، توبوا إلى الله، نعطيكم فرصة، نعطيكم مهام، نشرككم في العملية كما يقال اليوم العملية الإدارية والسياسية، تفضلوا. هم الذين يعني كانوا أيام النبي يعني يفعل يعني قريبين من الصف، ثم لما توفي النبي بالتأكيد أن النفاق يرتفع وتعود الذكريات. الإمام علي نفس الشيء، يولى أبو موسى، ولا يزيد بن حجية التيمي، وثم ولا حج يولي ناس ويشترط عليهم يعني كما كان يشترط النبي. هل تحفظ سورة البقرة؟ قال نعم، قالها عبد الرحمن بن مخلف بن سليم الغامدي، ولا على الري، فأخذ بيت المال وهرب، سكن عند نعيم بن دجاج الأسدي في الكوفة، اختفى عنده لأن مات الإمام علي. فلما علم الإمام علي بأن هذا الذي حفظ سورة البقرة وهو عبد الرحمن بن مخنف بن سليم فعل هذا، قال بولينا بالقردان فما بال الحلم. القردان هي من تقف في أذن البقرة، قرد بسيط، والحلم الكبيرة، يعني نحن ابتلينا بالقردان يعني أنهم يخونون، فما بال الحلم، هذا زعيم من الأزد وحافظ سورة البقرة وكان معنا في صفين ومع ذلك خان. فلذلك أهل النبي قال عليه الصلاة والسلام على آله وأهل البيت يفعلون حتى الذين حاربوهم وحتى يمشونهم على الظاهر، ومع ذلك وهذه يجب أن لا يندم عليها النبي وأهل البيت، يبقون النظرية السياسية عالية جدا، ليس ذنبهم أن الناس خانوا، هذا ذنب الناس، هم أعطوا العدل في أعلاه، كما قال بعض السلف عن الإمام علي أنه زين الخلاف ولم تزينه،
ليست المسألة حكم 4 سنوات أني أخون وأغدر وأشتري الذمم وأسجن هذا وأقتل هذا، لا، أنا علي إيصال النظرية السياسية إلى أقصى حد عالي جدا لتكون نموذجا. بعد ذلك الناس خانوا ما طبقوا ارتشوا تنكروا، هذا ذنبهم هم، لن أصلحكم بفساد نفسي كما قال الإمام علي، قال أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة. لم يكن معه من المخلصين إلا قليل الفاهمين العالمين المقدرين له. هل بقية القبائل عندهم المال والدينار مثل اليوم تماما؟ ألا ترون اليوم منهم عفوا، ألا ترون كيف يستهترون بالقامات الإيمانية وكذا، ويظنون هم مجموعة يعني سفهاء وأنهم جهلة وكذا. كنت أشوف قبل يومين صحفي كويتي معروف يستهتر في شخصية من الشخصيات وأنه جاهل ما عنده شيء، هذه كان عهد ابن أمية، هذا هو الفكر، ما يفهمون العلم، الجهل لا يعرفون ولا يقدرون الناس لا على أساس تاريخهم ولا على أساس علمهم ولا على إيمانهم، لأنهم ما يعرفوا من هذا ومضللون، وبعضهم يعني مستلم رشاوة. على كل حال،